فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما حكم من يسأل بوجه الله ويقول: أسألك بوجه الله أن تفعل كذا وكذا؟ لا يجوز هذا على إطلاقه. الحديث: لا يسأل بوجه الله إلا الجنة، ولا يسأل بوجه الله أمور الدنيا. ما يسأل بوجه الله إلا الجنة أو ما يؤدي إلى الجنة، ولا يسأل به أمور الدنيا. نعم.